السلام عليكم متتبعي قناة أسيوس شانيل ديجيتال. في فيديو جديد ومقارنة جديدة، ولكن هذه المرة لأول مرة في القناة بين سماعتين سيدوك تيويت وأديس أس. تابعوا معنا. كيف ما وعدتكم سابقا انني غادي ندير مقارنه بينهم في فيديو مشترك. قبل في الفيديو الاول كنت درت مراجعه ديال سيدوك تيويت، طرقنا للمواصفات والعلبه شنو فيها، الخصائص والمميزات. والفيديو الثاني طرقنا على لي زيكوتور، حتى هما نفس الشيء، الخصائص المميزات وما بداخل العلبه. في الفيديو ان شاء الله بغيت ندير واحد المقارنه بين الايربودز والسيدوك، ونشوفوا كل واحد من المتابعين ديالنا اشنو هما الحيجيات اللي كيحتاجهم في السماعات او لي زيكوتور، والحوايج اللي ما تيبغيهمش في السماعات. انا غنعطيكم طرق لكم الخصائص ديال الايربودز والخصائص ديال السيدوك، وفي الاخير كيبقى الاختيار اللي كنت صديقي العزيز. اما انا وكنتمنى حتى نتوما تعطوني الاراء ديالكم في هاد السماعات، شنو هو اللي ايجابي شنو هو اللي سلبي فيه. وقبل ما نبدا كنشكر المتابعين الاعزاء، لانني كنلقى بعض التعليقات ايجابيه جدا، وصراحه هادشي ما غنبخلش عليكم، فيما كانت شي حاجه عندي راه غادي نقدر نحطها لكم ولو بسيطة ولو في فيديو قصير. المهم هو أن المعلومة توصل أكبر عدد من المستفيدين من هاد السماعات. وكما كتعرفوا حنا كنستعملوا هاد السماعات بزاف اللي ولاو سون فيل، لدرجة أننا ما كنقدروش نستغنوا عليهم. شكون اللي كيقول الأغلبية كدوز من حدا كتلقى داير إيكوتور سون فيل، مشى هذاك العهد ديال إيكوتور افيك كابل ولا. انا غنبدا معكم. اول حاجه اللي غادي تعرفوا هو اننا غنبداو لي سبيسيفيكاسيون ديال السماعه الاولى اللي هي سيدوك تيويت، وغنقارنوها بالايربودز اديس اس. كيف ما كتشوفوا امامي عزيزي المشاهد، باول سبيسيفيكاسيون ديال لي دو ايكوتور، لي زيكوتور سيدوك تيويت واديس اس كيتكونيكتاو اوتوماتيكمون بالبلوتوث. سيدوك ايكوتور سيدوك تي 8 عندو البلوتوث الفيرسيون 5.0، بار كونتر الايربودز اديس اس عندو البلوتوث الفيرسيون 4.0. بيني وبينكم البلوتوث اي فيرسيون راه كتخدم بها، غير هو ملي كتكون الفيرسيون لا فيرسيون يعني كتكون لا ميزاجور ديال اللوجيسيال، وكيتريني هذيك لا فيرسيون ديال لوجيسيال كتحدث مع جميع لي بارامتر اللي فيها، منها الواي فاي، البلوتوث، الواي فاي ديريكت كيف ما كانوا. ثاني حاجه، سيدوك تيويت عنده لا كومينيكاسيون ديالو ا ديستانس، يعني المسافه اللي يقدر تشد تحط التليفون ديالك فوق الطابله وتمشي 10 متر، غير هو ا كونديسيون ما خاصهمش يكونوا لي بارير، يعني الحيط ما خاصوش يكون كيضرب لك حتى 10 متر نيشان. بار كونتر ملي كيكون الحيط كتقدر تضرب لك 6 7 متر لو ماكسيموم، انا شخصيا 11 متر اللي ضربات ليا. عكس الايربودز اس حتى هو نفس الشيء 10 متر ا ديستونس كتقدر تضرب لك فيها 10 متر بحال هكاك 10 متر ونص، ولكن ما خاصش يكون البارير، صافي دير الحيط اي حاجه كراج هادي مي كيكون الحر كضرب لك شويه قل. ثاني حاجه واللي مهمه بغيت نقولها لكم هو ان مي كنسدو بحال هكا كنشوفوا سيدوك تيويت لا فيشور كيطلع لينا هنا، ها هو كما كتشوفوا وكيبان بطريقه سلسه، عكس الايربودز اديس اس ما فيش لا فيشور كيف ما كتشوفوا، وما كيبانش النيفو ديال ليكوتور والنيفو ديال باور بانك.
ثالث خاصية واللي هي مهمة جدا، أن سيدوك تي ويت له صوت سداسي الأبعاد، يعني كتقدر تسمع الصوت من جميع النواحي، لكن ايربوس اديس اس ما فيهاش هذه الخاصية. رابع حاجة أن لو طون ديال لا شارج ديال سيدوك تي ويت، ولا المدة باش كيتشارجها ليك سيدوك تي ويت، كيتشارجا في ساعتين، عكس الايربودز اديس اس كيتشارجا ليك في ساعة ونص. انا كندوي لكم ماشي باش كنميز لي باش ماشي باش كن باش كنزيل لكم ايكوتور على ايكوتور، هادو بجوج استعملتهم وبجوج كنعطي وجهة النظر ديالي انا، ما كنعرض حتى شي واحد، باش كل واحد يختار الحاجة اللي بغا. La capacité ديال سيدوك تي ويت ديال باور بانك، يعني الباتري اللي تقدر تشارجي بها التليفون ديالك، عندنا 2500 ميلي امبير، لكن بالنسبه للايربودز اديس اس فيها غير لا كاباسيتي ديال الباور بانك ديالها فيها 1800 ميلي امبير. زيد على ذلك ان سيدوك تي ويت والاديس اس بجوجهم عندهم المداخل والمخارج ديالهم كيخدموا ب 5 فولت واحد امبير، يعني كلشي جميع السماعات بدون استثناء عندهم هاد لو بارامتر ستوندار. واخيرا ان لا ليكتور ديال لي زيكوتور سيدوك تي ويت كنخدموهم من ساعتين حتى 3 سوايع، 3 سوايع لو ماكسيموم اللي كتقدر تستعملهم. ملي كتشارجي ليكوتور سيدوك 100% كتقدر تستعمل لي زياد 3 سوايع سونزار، يعني في حد ذاتها جميل جدا. ولكن الايربودز اديس اس كتقدر تستعمل لي زيكوتور ديالهم سونزاري لمدة 4 ساعات. والميزة اللي غنقول لكم في سيدوك تي ويت انه حتى الا طاحوا لك في الماء ما كيقدر يطرى ليهم والو، عكس لي زيكوتور اديس اس الا طاحوا في الماء كيمشيو. هذا كل ما يخص السماعتين سيدوك تي ويت واديس اس من الخصائص اللي قلت لكم، وكل خاصيه غتلقاوها في فوق الشاشه وباش كتميز. الى اللقاء في فيديو جديد ومنتوج جديد، تهلاو ليا فراسكم.